لازم الاربعه دول يموتوا. وهم ماشيين يجوا قدام الاسلاء، كان في واحد بيودي الميتين الاجانب قدام الاسلاء اللي هم العربيه اللي بتسد حصنها دي وبتاع المسيحيين يعني وكده. فجايين هناك عملنا المخابرات ده، عطانا لبسنا جلاليب وكل واحد مسك سبت، واللي فيه برتقان واللي فيه موز واللي فيه في فول. وطبعا نيجي الدوليه اني بودي وات دنجس اي فات وجود هي اي وات جود بنانا مش عارف ايه، ونكلم. وكان معانا خناجر كده حاطينها في الايد، كان يطلع الخنجر وكنا نضرب بين العظمه دي والرقبه هنا، يعني كان يعملوا تماثيل ويورونا ازاي نضرب فيها. طبعا اول ما اجى كنت انا اللاسلكي مهند، انا كنت مخاطب اللاسلكي طبعا، رمضان بكلمه وبتاع ودب في القلب رقبته طبعا، راح واقع في الارض والتانيين كل واحد واحد قاعد، المهم بقى يرفصوا برجليهم طبعا، واحنا الخنجر داخل ونغور واحنا بتهيألنا لسه ما قتلش. سحبناهم دخلناهم في شت التب عند اللي اسمه حسني الفلاح اللي هو كان بيودي البتوع دول، رمينا عليهم التب. طبعا الانجليز قاعده تدور بقى وتجري هنا وتجري هنا وتجري هنا وبتاع، وطبعا بقى يدوا العيال الصغيره، كان في ناس بتبيع فول مدمس وبتاع، بقى يدوهم شوكولاتات ويقول لهم اللي بقى يشاوروا لهم فين. البنت منهم شاورت لهم قالت لهم هنا، فدخلوا جوه تلاقوا التبن نازل من على بوز جزمه منهم واحد منهم، فراحوا ساحبينهم يوميها. وبعد كده بعد اجت الطياره رمت قنابل حاجه اسمها فاير باودر، بوخ بنابل حارقه، ولعوا. كان الاربع بيوت دول جنب بعض، وكان يوميها شتاء، ربنا سبحانه وتعالى راح منزل الشتاء طفوا، لان المناخ كان انت عارف المناخ خشب، وكان بيوت يعني محمصه جاهزه للحريق، ربنا كريم. المهم طفوها وربنا طفى النار دي، ومش اللي اخذوا الميتين بتوعهم وراحوا مودوهم، كان اللي بيودوا عند نمره واحد الباب اللي هو باب واحد اللي هو عند اول السلم بتاع السيبسي، كان فيه باب واحد ما كانش فيه الممشى، ما كانش معمول لسه ده. بس بدأت المعارك والبتاع، وخلصت بقى 56. وطبعا بعد كده اجت بقى حرب الاستنزاف، وبعد الاستنزاف اجى كان هنا في كراكة اسمها ليبرتي، كانت بتمون هي اللي كانت مسؤولة عن تطهير الكنال بعد ما تسد الكنال. فليبرتي دي كانت فيها مركب تجسس، كانت بتتجسس وهي اللي مسؤولة عن تطهير الكنال. وكنا احنا الشركه كان ممنوع حد يعني ما حدش عاوز يروح يمون الكركات الياباني، الكركات الياباني دي كانت بتطهر الكنال. كنت اخد المعونه اني واروح امون الكركات دي خمسه ست كركات وارجع تاني، والانابل لسه لما انفجرتش في الكنال. شوف قد ايه البتاع نروح نمون ونرجع تاني في الكنال ده، من ضمن اللي يعني شوف الشغل ازاي، والقلب الجامد يعني جرأة، كانت جرأة فعلا وحماس ووطنية. طبعا بعد كده اجى بقى كنا نستدعي بقى بين فترة واخرى يتم استدعائنا من تحت القيادة العامة للقوات المسلحة، نروح نستلم سلاحنا ومخلتنا ويودونا حتة هنا روح هنا. وبعد كده قامت بقى الحرب بتاع 67، رحنا الرياح. طبعا كنت انا موقع في الرياح انا والمجموعة، الكتيبة كلها كانت هناك، كان حتى سعد الدين الشاذلي الله يرحمه كان يجيني وبتاع يسال بيقول لي يعني انتوا الجو ايه وبتاع، ما كنت اساله واحد يقول لي كلم وبتاع اقول له ايه، قال لي في، قلت له كان في اجه جت عربيه نصهم جنزره الساعه كذا وبتاع، عند في علامات في الكنال، قلت له عند العلامه مش عارف قد كده، قلت له يوميها. فراح يوميها جاب فرقه هاون ومشى من جنبي من الشارع، قلت له يا فندم سيادتك هتتعامل معاهم من هنا، عشان قلت له عشان احنا الاسلحه بتاعتنا خفيفه وهنا في القاهر والظافر ورا ما فيش قاعده. فالمهم قال لي كان جايب فرقه هاون صفين كده ماشيين، راح قايل للخلف دول رجعوا تاني حوالي كيلو، وبقى يتعامل مع الموقع اللي انا قلت عليه، بقت المهاونات ماشيه بالنار والقران الكريم بقت تمشي رايحه للموقع بتاع البتاع. طبعا هو كان بيفكر العدو عاوز بيعمل ايه، سعد الدين الشاذلي ده كان يعني مخه عسكري في الحقيقه، كان بصراحه ربنا